وللوقوف على آخر مستجدات ملف الانتخابات والترشيحات للرئاسة التركية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي السيد يوسف كاتب أوغلو. مرحبا بك معنا. مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المشاهدين. مساء الخير. بداية، كيف تقرؤون إعلان الطاولة السداسية تقديم زعيم حزب الشعب الجمهوري مرشحا للرئاسة أمام الرئيس أردوغان؟ أخيرا تم إسدال الستارة على المسرحية الهزلية التي كانت قبل عدة أيام تعرضت إلى هزة وزلزال تصدعي، ثم تم إعادة تدارك الأمر وخروج مرال أكشنر من الطاولة السداسية وعودتها اليوم مرة أخرى، يدل على التخبط الموجود وعدم الانسجام بين أفراد هذه الطاولة السداسية. والآن الإعلان بترشح كمال كليشتاروغلو كمنافس لرئيس أردوغان هو يدل على أنه لا مصداقية لهذه الطاولة السداسية، والهدف ولا هنالك توافق فعلي وإنما توافق شكلي. وكمال كليشتاروغلو الذي أعلن أنه مرشحا منافسا لرئيس أردوغان هو قد سبق وقد حقق بامتياز 10 هزائم متتالية في صناديق الاقتراع، وبالتالي سيسهل المهمة أمام الرئيس أردوغان في الانتخابات القادمة. كما كليشتاروغلو لا يحمل أي مشروع تنموي أو رؤية مستقبلية لتركيا، وكل من يدعمه في الطاولة السداسية فقط النقطة المشتركة بينهم جميعا هي كيفية إسقاط الرئيس أردوغان والعودة إلى الوراء. ولذلك هذه الطاولة السداسية والمعارضة هي معاورة هدم وليست بناء، ولا يعول عليها شيء. سيد يوسف، خروج رئيسة حزب الجيد ثم عودتها من جديد للطاولة السداسية كانت لحظة فارقة في الحقيقة، وهذه اللحظة لها ما خلفها، وربما التئام المعارضة والطاولة السداسية من جديد كان بنوع من التقاسم والمحاصصة التي استبقت نتائج الانتخابات حتى. ما الذي جرى حتى عادت مرة أخرى وتم الموافقة على السيد كمال مرشحا للرئاسة؟ يا سيدي، لا يوجد لا التئام ولا هنالك اي توافق ولا انسجام. ما حصل هو نعم اصبتم عندما ذكرتم هنالك نوع من المحاصصات ونوع من البازارات وكيفيه توزيع المقاعد والوزارات بين اعضاء هذه الطاوله السداسيه، وهو نظام اشبه بمسرحيه غير قابل للتطبيق اصلا. هم الان يريدون ان يوهموا الناخب التركي بانهم هم الان قوة واحدة وأنهم متحالفون، ولكن هم فرقاء ولا يوجد تنسيق ولا تجانس. وخير دليل على ذلك أن مرال أكشنر قبل 3 أيام خرجت من هذا الطاولة السداسية وعنفت البقية وقالت لا يمكن دعم هكذا الطاولة السداسية طالما يتم الإصرار على انتخاب شخصية هي مرفوضة من قبل المجتمع التركي، تقصد بذلك كمال كليشتاروغلو. ثم نرى أنها اليوم عادت مرة أخرى وبلعت ما تلفظته من كلمات وفقدت المصداقية وكانت الخاسر الأكبر. الذي حصل هو أنه يتم الآن اعتماد كل من رئيس ولاية إسطنبول وبديت أنقرة كنائبي لرئيس الجمهورية المستقبلي المحتمل إذا ما كان كمال كليشتاروغلو، وهذا كأمل إبليس في الجنة. لا يمكن الحديث عن هكذا توافقات أو هكذا قواعد في الدستور التركي، لأن النظام الرئاسي هو نظام منفصل عن النظام البرلماني، وهؤلاء يريدون أو يدعون في الـ 12 بندا الذي ذكروها عند إعلان ترشيح مرشحهم بأنهم سيقوموا بتغيير النظام والعودة إلى النظام البرلماني وترك النظام الرئاسي. وأيضا هنالك الكثير من القضايا التي هي عبارة عن قضايا هدم لما تم بناؤه من قبل الرئيس أردوغان للديمقراطية الحقيقية. وأتوقع أن ما يحصل الآن هي فرصة جيدة للناخب التركي ليطلع على حقيقة هذه المعارضة التي هي الآن تريد أن تعيد تركيا إلى زمن الحكومات الائتلافية واللا استقرار والانتخابات المبكرة والعودة إلى الوراء، وهذا لا يرضاه لا الشارع التركي ولا الناخب التركي. نعم. وأتوقع أن الجواب النهائي. أستاذ يوسف، حديثك يدفعني للسؤال عن التوقعات. هناك مزاج عام في تركيا باتجاه انتخاب أردوغان من ناحية، هناك استطلاعات للرأي ترجح فوزه في الانتخابات المقبلة. كيف تقرؤون هذه المعلومات وهذه التقديرات حتى للمحللين والمراقبين؟ يا سيدي، الرئيس أردوغان نجح بامتياز
أن يعطي الأولوية حسب الناخب التركي، والأولوية للناخب التركي هو كيفية لملمة الجراح وتضميدها بعد الزلزال المدمر المزدوج الذي عصف في جنوب تركيا اليوم ذكرى مرور شهر كامل عليه. وهذا الزلزال ما تزال حاضرة بقوة من خلال عشرات الآلاف من الضحايا الذين فقدوا، ومئات الآلاف من الجرحى والملايين الذين أصبحوا بلا مأوى. وتم الإطلاق اليوم من خلال بعد الاجتماع الحكومة وما قاله الرئيس أردوغان قبل ساعات قليلة إطلاق أكبر حملة إيواء لكل المتضررين بالتعهد ببناء أكثر من 230 ألف وحدة سكنية، وأيضا إعطاء حزمة من الإصلاحات والدعم للشعب التركي. لذلك ما قاله الرئيس رجب طيب أردوغان واضح المعالم، الأولوية الآن للمواطن التركي في تضميد جراحه وآلامه وكل ما يلزم، وعمل كل ما يلزم لكي لا يبقى ولا فرد بدون إيواء أو مأوى أو مسكن، وهذه الأولوية. وبالتالي الناخب التركي حصيف وذكي، سيعلم لمن يصوت، لأنه من يخدمه هو سيذهب ويصوت له. أما المعارضة تتخبط في كيفية المحاصصة وكيفية أن يكون هنالك تثبيت وجودهم على حساب الأمة التركية وعلى حساب المكاسب الديمقراطية، ويريدون الذهاب العودة إلى صندوق النقد الدولي والاقتراض منه مرة أخرى، يريدون أن يكون هنالك هدم لكل ما تم بناؤه والعودة إلى النظام البرلماني والتحالفات التي بسببها تركيا عانت الكثير. وهذا لن يعطي نتائج. أتوقع أن الناخب التركي سيدلي في 14 من شهر أيار مايو القادم بعد 68 يوما بما يجب الإداء به بدعمه للرئيس أردوغان والديمقراطية والمحافظة على مكتسباتها. نعم أستاذ يوسف، بتفضلت به بالإضافة إلى أن هناك يعني كما يقول مراقبون الوقت أصبح قصير أمام يعني تأخر المعارضة في إعلان مرشحها كان في صالح أردوغان من ناحية وفي عدم صالح المعارضة، لأن الوقت قصير وهناك تحديات كثيرة أمامها لإقناع الشعب بالبرنامج الذي بدأت ملامحه التي تحدثت عنها قبل قليل في 11 نقطة يعني، وهذا غير كافي باعتقاد بعض المراقبين. بكل تأكيد، ونحن نعلم بأن الآن في العاشر من هذا الشهر من آذار مارس يعني بعد تقريبا 5 أيام سيقوم الرئيس أردوغان بالإعلان رسميا عن الجدول الانتخابي، وفي 3 من شهر نيسان القادم هو آخر موعد لقبول أسماء المرشحين. وبالتالي ستستمر المفاجآت وربما تستمر الانتحابات وربما يتم نشهد تطورات وتغيرات حتى في المعارضة التي هي الآن وافقت على مضض. لا يمكن الحديث عن تجانس وتوافق كامل بين أعضاء المعارضة في الخطاب الذي ألقاه كمال كيلوغلو اليوم. والرئيس أردوغان هو غير لا يعبأ ولا يهتم الآن بما تقوم به المعارضة، وما الأولوية القصوى بما يجب عمله من أجل إرضاء المواطن التركي الذي ينتظر خدمات وينتظر إجراءات تخفف من آلامه ومن النتائج الكارثية. بهذه المناسبة أستاذ يوسف ولضيق الوقت، هل تعتقد أن يكون هناك مرشحون آخرون يعني يؤثرون في مجرى التصويت؟ نعم بكل تأكيد سيكون هناك مرشحون آخرون، وربما تكون هذه استدارة. لا تستغرب إذا ما سمعنا أن أكرم إمام أولو الذي الآن هو ضمن هذه التشكيلة ربما في آخر وقت أن ينسحب من هذا التحالف ويدخل كمرشح مستقل لينافس البقية. وربما نسمع عن أيضا بعض الأسماء الغريبة تدخل أيضا لترشح. الباب مفتوح وهناك مفاجآت، والشعب التركي والناخب التركي لن يصوت إلا لمن خدمه وإلا لمن قام بتيسير وإعطاء كل ما يلزم لرقي تركيا والمحافظة على الديمقراطية ومكتسباتها. لن يغامر بتغيير 20 عاما من الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، ورغم كل المصاعب والمتاعب وكل العوائق التي حصلت يبقى أن الرئيس أردوغان ليس من السهل أبدا أن ينافس، وهو رقم صعب. والحنكة السياسية خارجيا وداخليا تقول الناخب التركي يجب أن يستمر النظام الرئاسي ويجب أن نعم. أشكرك جزيلا سيد يوسف كاتب أوغلو الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.